جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها قضية تقول فيها: لي والدة ملتزمة والحمد لله من حيث الصلاة والصيام والتهجد ليلا، لكن هناك مشكلة واحدة، هي أنها دائما تدعو على أولادها وتدعو عليهم كثيرا وتتخير أوقات الإجابة، ونحن نخاف من ذلكم الدعاء، فبماذا توجهوننا حتى نصرفها عن ذلكم السلوك جزاكم الله خيرا؟ أولا وجه أولادها لأن لا يغضبوها ولا يسيئوا إليها، مثلا ينصحوها هي بأن لا تدعو على أولادها، لأن دعاء الوالد مستجاب. أنصحوها بأن تصبر وأن ترفق بأولادها ولا تدعو عليهم. نعم.